بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في باب التسليم وفضل المسلمين من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام رواه زيد الشحام قال قلت له إن عندنا رجلا يقال له كليب فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم فسميناه كليب تسليم قال فترحم عليه ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا. فقال هو والله الإخباط قول الله عز وجل: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِم. الإخباط هو شدة الخشوع والتواضع. هذا الحديث الشريف في بيان معنى التسليم. انت تسلم الى الله تسلم الى الرسول تسلم الى الائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام. شنو معنى التسليم؟ هل التسليم هو مجرد العمل او التسليم هو مجرد القبول القلبي الجواب كلا وانما التسليم هو الجامع بين الامرين الانسان قلبه يذعن وجوارحه تطيع التسليم القلبي بمعنى أن الإنسان يتواضع قلبًا لله سبحانه وتعالى، فيذعن بعلمه وحكمته، وأنه لا يقضي إلا الحق، وقضاؤه بصالح المؤمنين، وهذا الإذعان القلبي ينتج الرضا. في كثير من الأحيان، الإنسان يعلم بشيء لكن لا يرضى به، وأحيانًا يعلم بشيء ويرضى به، خاصة في مكروه القضاء، يعني القضاء الذي لا يلائم ذوق الإنسان، لا يلائم رغبة الإنسان، رغبة الإنسان. لا يلائم مشتيحيات حياة نفس الانسان. اذا الانسان رضي بذلك فهذه درجة للمقربين الى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اذا واحد مات ابنه طبعا هذا قضاء تكرهه النفوس ومؤلم جدا وغالب الناس لا يرضون بهذا القضاء، هسه يمكن ما يصرح بلسانه لكن قلبه معترض بل احيانا يعترضون على الله سبحانه وتعالى اما الانسان المؤمن الذي يعلم بان الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن الا خيرا، وهذا صحيح هو مكروه، لكن هو بخيرك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. افرض واحد مريض مرض خطير. وعلاجه يكمن في دواء مر هو يشرب هذا الدواء يتجرع ويشعر بمرارته وعندما يتجرع الدواء يقطب وجهه وتشوف اثار الكراهه باديه على وجهه لكنه راض بتجرع هذا الدواء ويروح يدفع فلوس وإذا ما يحصل هذا الدواء منا يتصل منا يتصل يحاول بشتى الطرق تحصيل هذا الدواء وهو يعلم بأنه دواء مر هل كراهة النفس لهذا الدواء والشعور بمرارته وتقطيب الوجه ينافي القضاء له ينافي الرضا بالقضاء لا هو راض به الانسان المؤمن حينما تنزل عليه مصيبه يتالم يبكي لكنه اذا راضي بهذا فهذا يكشف عن وصوله الى درجه المقربين الرسول صلى الله عليه واله حينما مات ابنه إبراهيم وكان عزيزا لديه لأن أولاد الرسول الذكور من خديجة كانوا قد توفوا في مكة وبعد خديجة سائر زواجات الرسول لم ينجبن إلا ماريا أنجبت ولدا وكان هذا الولد إبراهيم عليه السلام محبوبا للرسول فتوفي عمر السنه سنتين وقيل ان بعض المنافقين سموه على كل حال فالرسول كان يبكي البعض يعني يتعجب ليش الرسول يبكي قال القلب يحترق والدمعه تجري ولا نقول ما يسخط الرب يعني لا بالكلام نقول شيء يسخط الرب سبحانه وتعالى يدل على عدم الرضا بقضائه والاعتراض عليه بل ولا بالقلب هذا الرضا القلبي التسليم القلبي هو الرضا بما جاء به الله صل... جاء به الرسول والأئمة عن الله سبحانه وتعالى وأما التسليم العملي فهو الطاعة نشوف بعض الناس يمكن هو متدين يصلي يصوم لكن يتكاسل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هذا ما إلى تسليم صحيح يصلي لكن بالقوة وغالبا خوفا من نار جهنم وأكو واحد لا تشوفه ينشط بمجرد أن يستمع إلى صوت الأذان يفز من مكانه ويذهب إلى صلاته هذا التسليم العملي هسه في هذا الحديث زيد الشحام يقول للإمام الصادق عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أكو واحد عندنا اسمه كليب وهذا أي شيء يجي عن الأئمة في أي موضوع يقول أنا مسلم هذه هي الدرجة الكبيرة أنا مسلم الآن بعض الناس هو إلى مقاييس خاصة به إذا سمع شيء من القرآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله من روايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يطابق مقاييسه يقبله. لا أنه يقبله لأنه قرآن أو حديث أو رواية، لا لأنه يتطابق مع مقاييسه. وإذا ما طابق مقاييسه، إذا قرآن ما يقدر ينكر القرآن. يحاول أنه يأول تأويل باطل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إذا أحاديث طابق مقاييسه حتى إذا سنده ضعيف يقبله، وإذا حديث خالف مقاييسه حتى إذا سنده صحيح يرفضه. هو هذا مو مهم عند الحديث أو المهم عند مقاييسه هذا الرجل كليب لكثرة ما كان يستمع إلى أحاديث الأئمة ويقول أنا مسلم أنا مسلم اشتهر عند الناس كليب تسليم أكو يعني بعض الأحيان بعض الناس يكررون كلمة مثلا أو يفعلون فعلا مكررا فهذا يصير لقب إلهم طبعا إذا هو سيء لا يجوز لأن الآية تقول ولا تنابزوا بالألقاب لكن إذا هو حسن ما في مشكلة هذا يقول أنا مسلم يسموه كليب تسليم يعني يسلم للأئمة عليهم الصلاة والسلام فترحم عليه الإمام الصادق رحمه الله هو هذا المطلوب هو هذا الصحيح بعدين الإمام يقول تدرون شنو هو التسليم التسليم هو الاخباط. الله عز وجل يقول: "الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم شدة التواضع والقبول." وكلما كان حب الله سبحانه وتعالى اكثر كان الاخبات اشد. لذا في زياره امين الله نقرا اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها الولح شده الحب لان الحب درجات واحد يحب الحب اذا ازداد يصير عشق العشق اذا ازداد يصير ولح ان قلوب المخبتين اليك والها والذين امنوا اشد حبا لله، كما في الايه الشريفه. الحديث الرابع من احاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في قول الله تبارك وتعالى: "ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنة قال الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا والا يكذب علينا. الآية الشريفة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا قل لا أسألكم عليه يعني على أداء الرسالة أجرا الأنبياء ما كانوا يطلبون الأجر على رسالاتهم قل لا اسالكم عليه اجرا الرسول صلى الله عليه واله يقول كما في هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه البعض اخذ هذا الاستثناء استثناء منقطعا كالشيخ المفيد قل لا اسالكم عليه اجرا ينتهي الكلام لكن عليكم يجب أن تودوا تودوا القربة يعني قرب الرسول صلى الله عليه وآله والبعض كالشيخ الصدوق أخذوا هذا الاستثناء متصلا يعني مودة القربة هي أجر الرسالة وهذه المودة نفعها راجعة إليكم الرسول ما يستفيد منها شيء أنتم تستفيدون منها قل ما سألتكم من أجر فهو لكم مثل أفرض بلا تشبيه طبيب يذهب إلى قرية الطبيب دوار بطبة يشوف المرضى يعالج المرضى يقول له شنو أجرك يقول أجري أن تتجرعوا هذه الأدوية إذا تجرعتم هذه الأدوية فهذا أجري يعني من هو المستفيد من تجرع هذه الأدوية هم ما قبض منهم شيء هم, هم الذين استفادوا من عملهم بقوله الرسول يقول أنا ما أريد منكم أجر لكن عليكم أن تودوا قرباي وهذا نفعه راجع إليكم وإلا هم لا يحتاجون إلى مودتكم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جداً لا يحتاجون إلى محبتنا هسه إحنا حبيناهم لو ما حبيناهم وددناهم أو لم نودهم لا ينتفعون بذلك ولا يتضررون بتركنا لمودتهم يعني الناس بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الولاية ما بقى إلا ثلاثة أو أربعة أبو خالد ال... أبو خالد الكابولي ويحيى ابن أم الطويل واحد ثالث رابع هؤلاء الذين بقوا والناس ارتدوا عامة عن الولاية هل هذا ضر الأئمة له اليوم الذي خذل خذل الناس امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام ما بقوا اياه الا اربعه تضرر امير المؤمنين له، واليوم اللي بعد مقتل عثمان هجموا على داره ليو... ليبايعوه. استفاد من ذلك؟ لا، لانه ما يدور على امراه. الامراه عنده اقل مرتبة من حذاء يرقعه، كانت في يده نعل يرقعها. فسأل أمير المؤمنين ابن عباس شنو قيمة هذا ال... هذه النعل قال لا قيمة لها شنو قيمتها يعني فالنعل مشكوك شنو قيمته فقال إن إمرتكم أهون عندي منها إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا المهم عندي إقامة الحق دحض الباطل أما الإمرة شنو قيمتها؟ هذا واحد اللي يشعر بنقص في نفسه هذا اللي يتكاشخ بالإمرة ويدور عليها وإلا الإنسان المرتبط بالله سبحانه وتعالى يفر منها في الخطبة الشقشقية وإن دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز عفطة صخلة شنو قيمتها؟ الدنيا عند أمير المؤمنين أزهد يعني ما عنده رغبة فيها شلون واحد ما عنده رغبة في عطف عفطة عنس أمير المؤمنين يقول أنا أزهد في دنياكم من هذا أو في حديث آخر كعراق خنزير في يد مجذوم العراق شنو هو؟ بضم العين العظم الذي قد أكل لحمه ولم يبق منه إلا لحم قليل عالق بذلك العظم وهذه العظمة إذا كانت في يد مجذوم اللي مبتلى بمرض الجذام شلون الإنسان هذه العظمة لا ينظر إليها أصلا لا يشتهيها أصلا يمكن تلعب نفسه منها يقول دنياكم عندي أهون من هذا على كل حال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني ما أريد من دنياكم شيء لكن عليكم أن تودوا قرباي يعني قرب الرسول صلى الله عليه وآله وهذا صالحه يرجع إليكم ومن يقترف حسنة يقترف يعني يكتسب ومن يقترف حسنة اللي هي المودة نزد له فيها حسنة لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في آية أخرى سبع سنابل في كل سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني سبعمائة ضعف وتتمت الآية والله يضاعف لمن يشاء إن الله غفور شكور يعني يغفر سيئاتكم إذا ارتكبتم هذه الحسنة ويشكركم بالثواب. زين. هذه الآية شنو معناها؟ قال: الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا. أولاً يسلم لهم. ثانياً يصدق عليهم. ثالثاً لا يكذب عليهم. الثاني والثالث مو تكرار، هذا بيان لموضوعين. تشوف واحد يروي الروايات الصادقة على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا صدق عليهم. تشوف واحد يأتي والأكاذيب ينسبها إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لا تكذب عليهم. واصدق عليهم وسلم لهم هذا يكشف عن ود وهو سبب للود ايضا لان الود درجات الموده اظهار المحبه او شده المحبه شلون هذه الموده تصير؟ بالتسليم وبالصدق عليهم وبعدم الكذب عليهم وإذا الإنسان التزم بهذا ازدادت مودته يعني المودة هم هي سبب لهذه الأمور الثلاثة هم هي مسبب لأن هي درجات بعض درجاتها سبب وبعض درجاتها مسبب الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يروي عنه كامل التمار في هذه الايه الشريفه قد افلح المؤمنون قال اتدري من هم قلت انت اعلم قال قد افلح المؤمنون المسلمون ان المسلمين هم النجباء فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء في سوره المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات الشريفات. المؤمن الشخص الذي ينطق الشهادتين، لا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا واحد تشهد الشهادتين هذا يكون مسلم من حيث الحقوق والواجبات له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. لكن هذا صار مؤمن بمجرد أن نطق بالشهادتين، لا الإيمان درجة أعلى من الإسلام فمتى المسلم يصير مؤمنا إذا سلم قلبا وعملا وحتى الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عنده خشوع في صلاته الخشوع شنو هو الخشوع خوف قلبي يظهر على الاعضاء على العين على اليد على الصوت اما اشوف واحد بدا يصلي فكره في الشرق والغرب وكل دقيقه محرك ايده ومحرك راسه وليس من الصلاة يعرف إلا لقلقة لسان وحركات وسكنات هذا ما إلى خشوع لا تنطبق عليه هذه الصفة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى خشوع في صلاته والذين هم عن اللغو معرضون لا يتكلم بالمحرمات ولا يثرثر والذين هم للزكاة فاعلون يدفع الزكاة إلى تقوى مالية إذا وجب عليه الإنفاق ينفق إلى آخر الآيات زين متى تكون هذه الحالة كل واحد نطق بالشهادة له هذه حالة حالة مسلم فإذا سلّم كان مؤمناً، أتدري من هم؟ قلت أنت أعلم. قال قد أفلح المؤمنون المسلمون، هي الأوصاف المذكورة في الآية تدل على تسليم هذا المؤمن. اكو بعض الناس صلاته حذرمه، وقت الأداء المالي الواجب تشوفه يتجبجب. زكاة ما يدفع خمس ما يدفع كفارات الواجبة ما يدفعها وإذا يقول له ادفع يحكي عليهم وإذا دفع قسم منها يمن من نية مثل ذولاك اللي اجوا إلى الرسول ومنوا عليه إسلامهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين. والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. الى ان يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان يعدد اوصافهم يقول اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هي من أفضل الجنان لأن الجنة هي جنات ودرجات هم درجات عند الله الفردوس من أفضل الجنان أولئك هم الوارثون يرثون الجنة وفي رواية أنه أي إنسان يولد الله سبحانه وتعالى يحجز له مكان في الجنة ويخلق له حورية فإذا مات مؤمناً الله سبحانه وتعالى ذلك المكان المحجوز في الجنة وتلك الحورية يعطيهما له، وإذا مات كافراً هاي الحورية تلومه وهو في جهنم، تقول له اني سنوات منتظرتك ملايين السنين مليارات السنين ما ندري الله العالم، وأنت ما تحملت أيام قليلة في الدنيا. تصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله. فجلبت على نفسك الخزي والعار في جهنم. فذلك المكان المحجوز وتلك الحورية الله سبحانه وتعالى يعطيهما لسائر المؤمنين. مؤمن آخر. مثل افرض واحد حاجز في الطائرة وما راح وقت الحجز. حجز يطير يطول واحد اخر هو حاجز ومخلي له مكان وحافظي له الى الساعه الاخيره قبل الطيران من ساعة ما إجا يركبون واحد اخر مكانه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قال قد افلح المؤمنون المسلمون إن المسلمين هم النجباء النجيب شنو هو طيب الأصل الطيب الأصل يقال له نجيب هؤلاء من طينة عليين كما ذكرنا في الأحاديث الماضية بعدين الإمام يقول هؤلاء أقلية فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله الإمام يستشهد به المؤمن غريب وطوبى للغرباء الغريب منه هو الغريب الذي لا يانس بمن حوله واحد مسافر الى بلده لا يعرف اهل تلك البلده نقول هذا غريب في البلده ليش لانه لا يانس باهل البلده لكن اذا مسافر راح الى بلده في اقرباء اصدقاء نقول هذا مو غريب في هذه البلده ليش لانه يانس بالناس الموجودين فيها المؤمن في هذه الدنيا غريب تشوفه في مجتمع أقرباء أصدقاء أهل محلة أهل سوق لكن هو غريب بينهم لأنه هو ملتزم بالإيمان وهم, وهم ليسوا بملتزمين بالإيمان فلا يأنس بهم يروح يمهم كلامهم الغيبة والتهمة والبهتان وعملهم خلاف الشرع ما يأنس بهم فيكون غريباً بعد ذلك الرسول يقول والإمام الباقر يضمن كلام الرسول في كلامه فطوبى للغرباء، طوبى مؤنث أطيب. يعني هنيئا له. أطيب الأمور للغرباء. يعني المؤمنين المسلمين. وأيضا شجرة في الجنة تسمى طوبى. اصلها في دار رسول الله صلى الله عليه واله وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. وفي كل بيت من بيوت اهل الجنه، في كل قصر من قصور اهل الجنه غصن من تلك الشجره. فطوبى للغرباء هذه الشجره لهم يعني هم اهل الجنه وهذه الشجره اللي اصلها في بيت رسول الله في الجنه، ايضا هم يتعلقون بغصن من أغصانها وسائر الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله نتلوها في حلقات قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين